دائمة. كمان في عائلات في قرية بالكامل، وإحنا بنعمل هذا المشروع العملاق المتعلق بقناة السويس، لو كان له ضحايا مفيش حد يقول لا ده احنا نوقف المشروع عشان في قرية هتتأذى. احنا ذهبنا الى هذه القرية، صحيح هي هتتأذى من المشروع، لكن هنا لابد ان نجد لهم بديلا، لابد ان نجد لهم بديلا. لكن اوعى حد يقول بقى ده احنا نوقف، لانه هذا المشروع سيعود على الوطن كله، لكن مش عاوز انه في قرية بالكامل تدفع ثمنا. اعتقد انه بعد هذه المناشدات من الاهالي اللي هنشوفها سيتدخل المسؤولين عشان نعوضهم. صحيح هو مشروع وطني عملاق، لكن لا يجب ان يدهس في السكة بعض البسطاء، علينا ان نعوضهم. مش معنى هذا الكلام تاني ان انا بقول لا نوقف بقى، لانه في بعض الناس هيتأذوا من وجود بعض المساحات اللي هم عايشين عليها. خدوها بقى، خدوها ازاي، خدوها غلط، خدوها صح، المهم هم قاعدين عليها، يجب تعوضهم بكل الأحوال. احنا مش معارضين المشروع ولا معارضين مشروع قناة السويس، احنا طبعا مشروع قومي للبلد ومصلحة للبلد كلها، بس يبصوا للناس اللي شقيت وتعبت هنا وربت الشجر عمر 25 سنة، يبصوا لها. طبعا نروح فين لما نكون فوجئنا بالمنتظرات جاية داخلة، حتى ما ادوناش انذار، داخلة كده بتقلع في الشجر وبتدوس عليه. استصلحنا الارض وبنينا الارض وقدمنا المجلس محلي على كهرباء وعلى مية، دخلونا مية ودخلونا كهرباء، ودلوقتي بيحكم عليا بالاعدام انا واولادي، احنا اربع اسر. لما جينا نبني البيت دون كانوا بيقيسوا قناه السويس هنا، قالوا هتتوسع 250 متر، وفرق ما بينكم وما بين قناه السويس 750 متر، وبنينا على الاساس ده، وعمرنا هنا وبنينا هنا واتجوزنا هنا وخلفت عيال، انا معايا عيلين هنا اهو برضه، وجايين دلوقتي بيقولوا لنا تطلعوا. احنا مش ضد المشروع، احنا معاك يا سياده الرئيس ومع المشروع، وربنا يعينك يا رب، واحنا معاك، واحنا اكتر من 5000 اسرة من قبيلة الانفعات انتخبنا سيادة الرئيس ووقفنا معاه في الانتخابات. انظروني بسبعة ايام بالاخلة، سبعة ايام اخل بيتي، وزي ما حضرتك شايف الفحارات حواليا من جميع اتجاهات، اروح فين انا واولادي؟ قعدنا نشرب من مية الترعة دي اكتر من 15 سنة واحنا بنشرب من مية الترعة دي، وقعدنا من غير كهرباء على لمبة الجاز، لسه العواميد دي معمولة ما كملتش 10 سنين ومية دخلت لنا، لما هما مش بيقول الارض هيئه وارض جيش مدخلين لنا ميه وكهرباء ليه؟ ما قالولناش ليه ما تبنوش؟ حته الارض اللي انشاناها وعيالنا متربيه فيها وعايشه عليها وبتشتغل باليوميات فيها بنزعوها منا بكل سهوله. احنا مش بنطلب المستحيل. كل البشريه ديت الناس ديت اكثر من 5000 اسره. 5000 اسره بيشردوا على الشارع معاهم اطفال صغيرين ومعاهم حرير وعايشين، ما فيش مسؤول ايده رحمنا حتى بكلمه. يجي يشوف احنا ساكنين في عشش ولا ساكنين في بيوت دور واثنين وثلاثة، ما احناش عارفين، طب ما عارفين نروح فين احنا دلوقتي، ملناش اي مأوى، ملناش اي مكان نروح فيه تاني، عايزين اي بديل، عايزين يجيب لنا ارض مكان الارض اللي هم خدوها دي. والله ما عندنا اي مكان نروح فيه، لا عندنا بيت نروح فيه ولا لينا ارض تانية ولا لينا اي مكان تاني. انا ما اعرفش صراحه اخد عيالي واروح فين. احنا مش بنطالب بفلوس ولا بنطالب بتعويض ولا بنطالب باي حاجه، احنا محتاجين ارض مكان الارض عشان نشتغل. احنا ناس في اللحين، احنا عايزين ارض مكان الارض، نزرع ونقلع ونزرع، نزرع ناكل ونشرب زي المخاليج ربنا، احنا مواطنين مصريين. ما بنطلبش منهم حاجه اكتر من حته ارض نزرعها بلاش في الجبل، يا سيدي الجبال سينا مليانه جبال، يدونا ارض في الجبال اللي في مالية سينا ده ويدونا بيوت نقعد فيها. احنا مش عايزين، مش طالبين مستحيل، طالبين ان احنا بس كل واحد يتعوض بحته ارض بدل الارض نعيش فيها، نزرع شجره تاني من جديد ونبني حياتنا من جديد، واللي راح احنا مش زعلانين عليه لان احنا فدى الوطن كله. طبعا يعني الناس في البداية كانوا متشككين من ان احنا هنسجل معاهم وهنعرض هذا الكلام، لان قالوا انه الحماس الشديد لهذا المشروع العملاق وهم عندهم حماس اكبر. يعني شوف هو كلامهم بيقول لك ايه، انه شوف لي مكان بديل، شوف لي ارض بديلة. هو ما بيتكلمش في انه لا انا لازم اقعد، هو خلاص هو مؤمن ومقتنع تماما بأنه أمام هذا المشروع الوطني العملاق خلاص مفيش مجال إلا أنهم يمشوا، لكن هم قعدوا فيها. صحيح
يمكن أن يكون خدوها إزاي ما خدوهاش إزاي، زي ما بقول لكم أنه يمكن أن تكون بوسائل ليست قانونية، لكن دخلوا لهم الكهرباء والناس عايشة في هذا المكان بقالها سنوات. أعتقد بأنه مش هينفع يتدخل في هذه القضية تحديدا إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه 5000 أسرة نشوف لهم أرض بديلة ونحاول أن احنا، لأنه هذه الأسر هتعاني من التشريد التام. والناس شوفوا بقول لك احنا ادينا صوتنا للرئيس السيسي، يعني ادوا صوتهم لمشروع 30/6، اعطوا صوتهم لمشروع قناة السويس يعني، ولهذه الاحلام. كل ما طالبهم ما بيقولوش احنا لا عايزين نقعد وانتوا بتأذونا، لا هو بيقول احنا عايزين مكان بديل. اعتقد انه لن يتدخل في هذه القضية الا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه لما حاولنا نكلم كل ما هو تحت قال ان الموقف صعب وانا ما ينفعش اعمل ايه، وفي عندي 5000 اسرة. نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل، واثق انه سيتدخل لتعويضهم بارض بديلة، بشقق بديلة، باماكن بديلة، لانه هذا المشروع العملاق جدا ده اللي بيحلق به كل المصريين باحلامهم لا يجب ان يكون له ضحايا، لانه في اللي هيموت فيه اللي هو من يقوم بالحفر ومن يقوم بالبناء كما مات فيه اجدادنا، وكل الناس على استعداد يا اخي ان تموت من اجل هذا المشروع الوطني العملاق. لكن لو عندي اسر اعتقد بانه سيتم تعويضهم، واثق انه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني سيستمع الى مناشدتهم.